كاتب مركز أجلو للبحث والتوثيق. في الحقيقة المركز نظم واحد ندوة حول موضوع الهجرة وتأثيرتها، وفيها بزاف ديال المداخلات، يعني ثلاثة ديال المداخلات، رغم أننا كان بإمكان تكون بزاف ديال المداخلات، لأننا مقبلون على طبع كتاب حول الهجرة بمنطقة أجلو. والمداخلة الأولى يعني تحدث عن الهجرة وبعض الإشكالات الإحاطة بها من طرف الأستاذ جمع بن يدير. ثم المداخلة الثانية هي عبارة عن شهادات زوجات المهاجرين الخارج. ثم المداخلة الثالثة هي للأستاذ محمد بن يدير، تحولات التي لحقت تقاليد وأعراف الزواج بمنطقة أجلو انطلاقا من تأثير الهجرة على هذا الزواج. ثم جوج المداخلات عبارة عن شهادات، الأولى للأستاذ حسن أحشوش، وهو إنسان مثقف أستاذ بفرنسا، وتحدث عن التحولات التي عرفها المهاجر بدءا من الجيل الأول وانتهاء بهذا الجيل. ثم المداخلة الأخيرة والشهادة الأخيرة للأستاذ حسين القراني، وهو فنان موسيقي كذلك، وهو ابن البلدة ولي أبناء البلدة منطقة أجلو. وبعد ذلك هناك نقاش يعني مستفيد رغم ضيق الوقت، نقاش مستفيد ومهم جدا. السلام عليكم. إلى دون قمتنا الحسن الحشوش ويسن الزاويه تقولوا احد المهم عاجب بالديار الفرنسيه. كنشكر مركز اجلو للبحث والتوثيق على الفرصه هذه، حنا دويت على عفكه باش نسال في الهجره. يقى موضوع يقى شيق يقوت، ولا في ولفتنا نترق بس ساعتين ثلاث سوايع، خاصه يعني وسان دو سان شويه للعدد النقط اللي نبغي نشرح مزيان.
ولكن المهم كبادره تفلكي تفلكي بزاف كبادره. المهم نتشكر نتمنى ان شاء الله تكرر التجربه ياد. المهم كانت عند الكيز الخضر نح وهنا نستفاد من نوع اللي اعتراف كمهاجر شكون مهاجر وولد غالي الا نغينا زند زند ثم تي نفايات الهمه. المهم غير هذا الجانب الثقافي مهم حتى انت شكون المهاجر سي فيني غادي المهاجر القديم لكن ضربني باش نسولح في الاجيال نسولح في الجيل يعني الاجواء الاجيال المهاجرين واللي زوال لكن زون ريكاد يعني الحمد لله تي الوقت ارطوار ميكسيميك يعني الحمد لله اللي غير لها تعتبر يوغانسيس كان المغاربه تكون كامي فرنسا تندمج حل المجتمع عنس كامي الناس اللي تسكن دي فرونسي اللي ستينين وكل الحمد لله تي الاباء تسكن الخدمه الناس يعني تلاقي عندي ما ينرابط حقر تمازير البلد المهجر. المهم شكرا بزاف.